من اعتبر أن تجذر المقدسيين في أرضهم وبناءهم في مدينتهم احتلال عربي للقدس، يبدو أنه أثبت ولاءه للاحتلال. ليكافأ الناشط اليميني حنانائيل غورفينكل بتعيينه مسؤولا عن ملف القدس الشرقية فيما يسمى الوصي العام في وزارة القضاء التابعة للاحتلال، ومهمته طرد المقدسيين من عقاراتهم من خلال منصبه لتسليمها للجمعية الاستيطانية بموجب قوانين سنت خصيصا لسلب عقارات الفلسطينيين كقانون أملاك الغائبين. التعيين للمتطرف حنانيئيل غورفينكل قيما على الأملاك في البلدة القديمة، هو متطرف جدا ويعمل على إخلاء العائلات المقدسية. عندما نتحدث عن هؤلاء المتطرفين نحن ندرك أن هذا يندرج في إطار محاولة تهويد البلدة القديمة وتطهيرها عرقيا. مئات العائلات الفلسطينية مهددة بالإخلاء من منازلها في سلوان تحديدا في حي بطن الهوى إلى جانب حي الشيخ جراح. الآن سيتولى هذا المسؤول الجديد تنفيذ أوامر الإخلاء. القوى والفعاليات في القدس من جهتها اعتبرت أن العاصمة تشهد تسونامي يشمل إجراءات ميدانية وقوانين عنصرية ومخططات لصالح أهداف تهويدية. نحن أمام واقع تريد إسرائيل من خلاله أن تفرض سيطرتها الكامل على الأرض وتنهي الوجود الفلسطيني بالكامل بمعناه السياسي والجغرافي والديمغرافي، وصولا إلى أن تكون القدس الموحدة بين قوسين عاصمة لدولة الاحتلال. انفلات إسرائيلي أعقب إعلان ترامب المشؤوم باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي له تبعات خطيرة مرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا. عمل الاحتلال الأخطبوطي لتهويد القدس ليس وليد مرحلة سياسية، فخلال نصف قرن اعتمد نهجا لسلب المدينة من أهلها في صراع متواصل لا ينتهي إلا بزوال هذا الاحتلال. كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، العاصمة.